وينضم إلينا لتعليق على الموضوع عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر. بداية، نائب وزير خارجية كازاخستان صرح أن الجولة المقبلة من محادثات أستانا ستقام بعد 9 أيام من اليوم ومدة يومين. ما توقعاتكم لهذه الجولة في ظل الظروف التي تعيشها سوريا؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم. حقيقة الأستانا 11 لم تقدم شيء، وأنا بتصوري مسار الأستانا أصبح مشغول بقضايا تقنية بخصوص ما يعرف باللجنة الدستورية. نعلم جميعا أن مسار الأستانا برعاية روسية تركية وإيرانية يحاولون أن يدخلوا بملف جديد بعد انقضاء ما كان يعني مسؤولين عنه، وهي مناطق خفض التصعيد. مناطق خفض التصعيد أصبحت الآن بحكم الأمر الماضي أصبح النظام يسيطر عليها فيما عدا إدلب، ونعلم أن اتفاق إدلب تم رعايته من خلال مؤتمر جمع ما بين الرئيس الطيب أردوغان والرئيس الروسي بوتين بمعزل عن مسار الأستانا، ما يعرف بمسار سوتشي أو اجتماع سوتشي. إذن في نهاية المطاف يحاول مسار الأستانا ويحاول الروس من خلال مسار الأستانا أن يطرحوا بعض المشاريع أو الأفكار السياسية، وانطلقوا هذا الأمر من تكريس ما يعرف باللجنة الدستورية. نعلم جميعا أن خصوصية مسار الأستانا كانت تتخصص كما ذكرنا في الأمر العسكري، في حين أنه مسار يمشي يسير بالتوازي مع مسار جنيف الذي هو معطل منذ البداية وهو المختص بالشأن السياسي. لا يوجد تفاؤل بأن يكون هناك فعلا تغيير في الإرادة الروسية أو حتى في إرادة إيران في تفعيل مسار الأستانا، وإنما هو إملاء الوقت الضائع. نعلم جميعا أن طريقة الحل السياسي في سوريا سيتوافق عليها الطرفين الروسي والأمريكي. حتى هذه اللحظة لا يوجد قرارات حاسمة. طيب، عندما تدعو روسيا المبعوث الأمم الجديد جير بيدرسون إلى المفاوضات، هل تقرؤون هذه الدعوة هي محاولة روسية لفرض السيطرة الكاملة على الملف؟ حضور بيدرسون أو حضور ممثلي الأمم المتحدة وعلى رأسهم بيدرسون في مسار الأستانا لطالما كان حضور كمراقب وليس حضور كفاعل. إذا الفاعل الرئيسي هو الدول الثلاثة، حضور النظام وحضور المعارضة السورية كمكمل للفاعلين أو الدول الضامنة لمسار الأستانا. أما بالنسبة للحضور المراقبين فحضور الأردن على سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة لم تحضر أي جلسة من مسار الأستانا كمراقب حتى، وبالتالي لا نعزو أن مسار الأستانا يمكن أن يفضي إلى خيار حل، سيما وأن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لا يرغبون أن يكون هناك فاعلية حقيقية لمسار الأستانا على مستوى السياسي. أنا بتصوري المسار الأستانا هو فقط يدخل في آلية تقنية لأمر تختص به الأمم المتحدة بناء على القرار 2254، وهو ما يعرف بالسلال الأربعة، جزء منها سلة الانتخاب، وتحتاج هذا الأمر إلى تشريع ما يعرف بالمجلس أو اللجنة الدستورية. اللجنة الدستورية حتى هذه اللحظة لا يوجد تفاصيل تقنية حول إدارتها، من الذي سيترأسها، إلى ماذا ستفضي. بالكلام أستاذ ياسر عن اللجنة الدستورية، من المتوقع أن يحرك رعاة الجولة هذا الملف؟ يعني هل ترون أن الظروف اليوم تسمح لكتابة دستور جديد لدولة مأزومة؟ ومن الذي سيستفتي على هذا الدستور إذا كان الشعب مهجر؟ كما ذكرت هو مجرد مسار تقني، ولكن على الناحية العملياتية هو لا يستطيع أن يكون مسار فاعل على الأرض. كما ذكرتم هذا الدستور حتى هذه اللحظة لا يعرف على أي ركيزة سينطلق، ولا يمكن أن يحقق مفهوم الدستور من خلال وجود استفتاء. حتى هذه اللحظة يوجد خلافات تقنية هائلة، انطلقت هذه الخلافات حول تسمية من هي اللجنة الدستورية. سندخل في القادم من الأيام أيضا مسار سنة على الأقل للدخول في تفاصيل من سيرأس هذه اللجنة وكيف سيتم الاستفتاء في على مخرجات هذا الدستور، وهل سيشارك السوريون المتواجدون في خارج سوريا. النظام حتى هذه اللحظة لديه كما ذكر وليد المعلم سنغرقكم في التفاصيل. إذا النظام لديه إمكانية لإضاعة الوقت، وأنا بتصوري الروس يريدون أن يوصلوا رسالة على أنهم متواجدون وبفاعلية على المسار السياسي السوري، ولكن في حقيقة الأمر
لا يوجد أي نتائج، أرى جعجعة ولا يوجد طحنة، وأنا بتصوري هناك مسار آخر وهو مسار الإفراج عن المعتقلين وهو ضمن السلال، ولكن لا يوجد أي تسريبات ولا يوجد أي معطيات حول إفراج عن المعتقلين. إذن حقيقة الأمر أنا بتصوري الجلسة التي ستسبق، وهي الجلسة التقنية التي ستسبق مسار الأستانة 25-26، ستكون فيها حقل ألغام حول إنجاز ما يعرف. ماذا عن وفد المعارضة؟ هل تعتقدون أنه سيرضخ إلى ضغوط روسيا؟ أنا بتصوري المشكلة ليست مع النظام، النظام لا يملك له الآن أي قوة في يعني إشغال هذا المسار، روسيا التي توعز إلى النظام كيف الطريق إلى يعني إنجاز المماطلة. نعلم جميعا أن مسار الأستانة تجتمع الدول الثلاثة وتنجز اتفاقا، ومن ثم تحضر جانب المعارضة وجانب النظام لأجل مباركة هذا الاتفاق. إذن لا وجود حقيقي للمعارضة ولا وجود حقيقي للنظام من أجل المماطلة أو من أجل عدم القبول بهذا الاتفاق، وإنما دورهم مكمل من أجل أن يقولوا أنهم يشاركون في هذا المسار. هذا ما عهدناه في المسارات السابقة، وأثناء توقيع اتفاقية خفض التصعيد كان حضور النظام في نهاية الأمر وحضور المعارضة في نهاية الأمر من أجل الإنجاز وبدون توقيع أيضا. إذن هو اتفاق ما بين الدول الثلاثة على خريطة المسار، في سواء في الحل العسكري سابقا في مناطق خفض التصعيد أو في مسار ما يعرف باللجنة الدستورية وإنجاز اللجنة. المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار كنت معنا من إسطنبول عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.